شفت وليد بايك جنبلاط حضرتك؟ لا أنا السياسيين يلي مرتبطين بأجندات ما شفتهم بعد، لأنه بعرف جوابهم مباشرة. يعني حتى دولة رئيس بري وقت شفته سلمته تحمله مسؤولية. إيه بس ما عطيته التفاصيل، يمكن عطيته التفاصيل وقلت له بتحمل مسؤولية. قال له أنا قلت له، قال لا ما صدقني، صدقني أو ما أخدب عن الاعتبار لأني مطران ولأني بطرق، بس أنا بعرف شو في براسي وأنا أعطيت حل للبنان مش لألي أنا. فممكن شوي شوي الكلمة تشتغل براسه، لأنه علي أن أزرع والله هو الذي ينمي بعقول الناس.